السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ والله بصلاة تانية تتم الأوقات إن شاء الله. محاضرة النهاردة عن Organic Cell Electrophysiology، عن ال NMRC كربون 13. اوكي، محاضرة النهاردة زي ما احنا خدنا الـ 2 lecture اللي فاتت، الـ IR والشارت بتاعته والبيكس والحاجات ديت، وخدنا الـ NMR بتاعة الهيدروجين البروتون. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على C13 بإذن الله. 60 بيقول لك الليكتشر ديت قبل ما نبدا، حابه نقول دعاء المذاكره زي ما احنا متعودين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، ان تجعل قلوبنا مليئه بذكرك وخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه بيقول لنا هنا ايه؟ بيقول لنا ال C13 NMR spectrometers. زي ما احنا خدنا سبكتروسكوبي في ال H بروتونز والتشارت بتاعته، وخدنا كمان بتاعت اللي وصل لك ده ولا ده ال IR، وان ال IR بتعمل identification لإيه؟ هل بتحدد لك الاستراكشر بتاع المولكيول؟ لا، بتقدرش تحدد لك الاستراكشر بتاع المولكيول and so on. مش فاكر الحاجات ديت، ياريت يرجع يفتكر اللي فات، لان دوت مرتبط على اللي فات في بعض الاحيان. اوكي، المهم هنا بقى الـ AC13 دي بتوضح لك ايه؟ expect to give information about the number and the type of the carbon atom in the molecule. من اسمها carbon 13، دي علاقة بالكربون، يبقى ده الايزومر بتاع الكربون 12. احنا عارفين الكربون 12، طيب ده الايزومر بتاعه، ده بيحدد لك الطيب والنمبر، الطيب وعدد الكربون الموجودة، والطيب وهنعرف يعني الطيب في الايه في الموليكيول. الكربون ايزوتوب هي عبارة عن ايه؟ the measure carbon is the isotope is كام؟ C12. طب والC13 دي is abundant، هي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد دي نسبتها، يعني بيقول لك الفرق بينهم. اوكي خلاص. طيب دلوقتي هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على حاجة كمان اسمها كيميكال شيفت. زي ما احنا عارفين الكيميكال شيفت في ال NMR اللي هي ليها علاقة بالديشيلدد والشيلدد and so on. الكيميكال شيفت ان ال NMR اللي هي C13 اللي هي السبيكترم، هي عبارة عن ايه؟ عبارة من 0 ل 2000. التانية كانت من كام؟ من 0 ل 10 اللي هي TMS and so on. اما ديت لا، دي من 0 ل 220 بارت بير مليون، وديت التي ام اس بتاعها كده. يبقى الرينج بتاع الكربون بيبقى اكتر من الرينج بتاع الايه؟ الهيدروجين بروتون. زي فولوز ذا سيم شيلدد اند دي شيلدد ان ذا وول اوف ايه؟ ليه علاقه برضه نفس الحاجه بتاعت الشيلدد والدي شيلدد في الان ام ار اي موليكيول. وده طبعا زي ما احنا عارفين الجدول ده بيبقى حافظ علينا، معلش معتذر منكم جدا. الافريج فاليو اوف ذا كيميكال شيفت اللي هي الحاجات ديت عندك من 0 ل 50، الالكان بقى والحاجات اللي موجوده عندك ال 2 ار ان سو ان، الحاجات المعقده ديت. اتفقنا؟ يعني بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الكربون اللي فيها. طيب ونفس الكلام الحاجات الماسكه مع الالكترونيجاتيفيتي عاليه من كام؟ 50 ل 100. طب فوق ال 100 هتلاقي الالكين، هتلاقي الاروماتيك، هتلاقي الالكين ماسكه في ان، ده تريبل بوند ايه؟ ان. طيب وفوق ال 2700 ال 1700 انا بقول 1000 ليه؟ 170، اسفه 170 بصراحه. انا بلد السيستم هتلاقي كربونايل جروب، هتلاقي بتاعه الاسيد كربوكسيليك اسيدز كربونايل، كل الحاجات ديت والاسيد ديريفاتيف اند سو. للاسف الحاجات دي هتضطروا تحفظوها، مش تضطروا ما علينا. لو وصل عليك انا بلد السيستم بيقول لك هنا الانتربريتيشنز اوف السي 13 ان ام ار هي عباره عن ايه؟ يعني الانتربريتيشن دي ليها علاقه بالسبليتنج، دي كانك بالظبط بتقول السبليتنج بتاع، مش احنا كنا بنقول سبليتنج بتاع الاتش بروتون؟ نفس الفكره هنا. دي بالظبط انا بلد السيستم بيقول السبليتنج او الانتربريتيشنز اوف ال 13 كربون 13 ان ام ار. عندي تو انتربريتيشنز او تقاطعين، يعني كان في حاجه فصلت. اول حاجه براود باند دبل دي كوبلينج وبروتون اوف ريزونانس دي كوبلينج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بصراحة انا بدرس براود، يعني ليها علاقة براود يعني واسعة، بلان يعني هواء كده، دي كوبلينج. اوكي، a single line is observed if for the different carbon in the molecule. يبقى البراود ده كأنك عشان تعمل سبليتنج للكربون اتوم عندك، عندك يا اما تعبر عليها بطريقتين، يا اما بتعمل براود باند كده براد باند واحدة سنجل بس، يا اما تعمل بروتون اوفس اوف ريزونانس دي كابلينج. دي اللي هنستخدمها اكتر، اللي هي مثلا زي السي ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن فيها بصات انا بلف ده السلام واحدة اتش، هنمشي في نفس القاعدة بتاعت السبليتنج بالظبط، ان بلس واحد اللي هي عدد البروتون، بس التانية كنا بنقول عدد الادجستمنت اوف البروتون، يعني العدد الهيدروجين يعني مثلا. يبقى زي ما احنا اتفقنا بالصوت على النبي عليه الصلاة والسلام في ال NMR بروتون كنا بنقول ان بلس واحد، وال N ديت بتعبر على ال number of adjustment of بروتون. يعني لو مثلا CH3
CH2. اتفقنا؟ احنا عايزين نشوف السبليتنج بتاع السي ال H بروتونز اللي موجودة هنا. من كنا بنقول عبارة عن ايه؟ عبارة عن N بلس 1. N ديت هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدد البروتونز او عدد الهيدروجين اللي في الذرة اللي جنبها بالظبط. يبقى عندي 2 + 1 يبقى بتساوي 3، يبقى ده عبارة عن تريبلت. يبقى كنا بنقول كده. اما هنا لا، لو احنا هنقول في ال NMR سي 13 هنيجي على الكربونه اللي فيها هيدروجين ذات نفسها ونعمل ايه؟ نشوف عدد الهيدروجين اللي فيها. هنا في مثلا 3، يبقى هتبقى 2N + 1، لان ديت عباره عن 3 عشان فيها 3 هيدروجين، زائد الواحد هيساوي في الاخر 4، يبقى ديت عباره عن كوادرات. اوكي، اتمنى الحته دي تكون واضحه يعني واضح الفرق بينهم الاثنين. دي بتكون النمبر الهيدروجين ماسكه في الكربونه ذات نفسها، اما الثانيه كان نمبر اوف ادجستمنت ايه هيدروجين. اوكي، زي ما احنا اتفقنا قلنا ان ال NMR C13 بنقدر نوضح ليها بطريقتين، يا اما البروتون اوف ريزونانس ديكابلينج، اما او البراود باند ديكابلينج سبيكترم. البراود بلان بلان ديكابلينج ما بيقولكش عدد السبليتنج، هو بيبقى عباره عن حاجه براود واحده بس. طيب اما الريزونانس او اللي احنا كنا بنقول بروتون اوف ريزونانس، دي بتوضح لك السبليتنج مثلا كوادريت تريبلت سنجت اند سو دبلت اند سو. اوكي، ده الفرق بينهم وامتى بنستخدم ده وامتى بنستخدم دوت. طيب نحل السؤال ده مع بعض. لو احنا كنا قلنا بالصوت انا بعرف ده السيستم، عايزين نحل السؤال زي دوت. نحله ازاي؟ اول ما نيجي نفكر احنا نعد عدد السيجنال اللي موجود عندي. السيجنال زي ما احنا متفقين عدد السنجل 1 2، سيجنال 1 2 3 4، عندي 4 سيجنال. اوكي، يبقى دي 1 2 3 4. طيب بالصوت على بعد الصين معنى كده اللي انا عندي 3 4 كربون 4 كربون. ماشي، هنا 1 2 3، دي نشطبها خلاص من حياتنا. دي 1 2 نشطبها خلاص من حياتنا. طب دي 1 2 3 4. بص، من غير ما افكر هي الاجابه بيه، من غير اي تفكير، مجرد ما عديت عدد السيجنال اللي موجوده عندي اللي طلعوا لي في التشارت، عرفت كام كربونه، لان كل واحده سيجنال بتنديكيت لواحده كربونه. سو ات از ايه؟ 4 كربون ان ذس سبيكترم. اوكي، بيقول لك الالكان بقى عباره عن ايه؟ عباره عن من 2 ل 50، يعني اقل من الايه؟ من 100. لو احنا جينا شفناها يبقى 5 وشويه. دي كوادريت. ليه كوادريت؟ عشان انا عندي 3 بروتون في الاتش، 3 + 1 هتساوي في الاخر ايه؟ 4. اوكي، نفس الفكره بالظبط، كله نفس الحكايه. زي مور سبستيتيوتد كربون ابير داون فيلد. يعني بيقول لك ببساطه، انا بقى لفت الصوره السلام، المور سبستيتيوتد كربون ابير داون فيلد. داون فيلد يعني دي شيلدد، يعني في اللو فيلد. طيب الكربون اللي بيكون عندها سبستيتيوشن كتير، او اللي وصل لك كده بقى بصوت السلام، مثلا كربون ماسكه في بي ار. اوكي، البي ار ديت مش فيها الكترون نيجاتيف، دي بتسحب الالكترونز اللي موجوده على الكربون. فدي بقى السحابه اللي حواليها، الغطاء اللي كان حواليها بالالكترونات اتسحب ناحيه البروتون، فبقت ارعى، بقت ما فيهاش شعر، فبقت ايه؟ دي شيلدد. بما انها دي شيلدد، سو ات از بي ابيرنج از ايه؟ داون فيلد، او اللي هي اللو فيلد. ايه؟ لو فيلد ماجنتيود، او دي شيلدد ايه؟ اتومز اند سو اون. طيب لو احنا جينا هنا اهوت مثلا، عمل لك هنا قسمناها، بنقسمها ازاي؟ بنقوم جايين قاسمين هنا من النص بالظبط. هنا عندك ايه؟ وبعد كده بالصلاة على النبي هنفضل الصلاة بي بي، وفي النص في الاخر ايه؟ سي. طيب لو هنيجي نشوف كل واحدة الفاليو بتاعتها، هنلاقي ايه؟ عبارة عن 13. مين اكتر واحدة تحسها في الفاليو اللي هي كام؟ السي. ليه؟ لان هي عندها سبستيتيوشن. يعني ايه سبستيتيوتد؟ يعني عندها سبستيتيوشن من الجنب ده وسبستيتيوشن من الجنب ده، يبقى بير داون فيلدد. سو اتس كاني في واحد بيشد من هنا والتاني بيشد من الناحيه التانيه من هنا، كانهم خلاص هيقربوا ينزعوا دراعتها. وبعد كده البي، وبعد كده طب واحد يجي يقول لي بالصوت انا بفضل السلام، ليه البي مش الكيميكال شيفت بتاعها مش اكبر من السي؟ هقول لك دلوقتي بالصوت انا بفضل السلام، ماشي، هنا ده بتشد، ولكن ودي من هنا بتشد، ولكن السي اتش 3 سي اتش 2 ديت هي في النص في المنتصف، دول كلهم بيشدوا ودول كلهم بيشدوا. اوكي، طيب الالكاين، طيب بالنسبة للألكاين لقوا الرينج بتاعه من 60 ل 90، وجينا رتبنا نفس الكلام بالظبط، أكتر واحدة مودي شلدت ديت. طب ايه السبب في كده؟ لما تكون الكربونة اللي جوه، يعني يكون عندك كربون، لان احنا متفقين اللي هي دي هتكون دي شلدد او دي شلدد. ليه؟ لان في تريبل بوند. طيب صوت على النبي عليه الصلاه والسلام، في باوي بوند اند سو اون. طيب دلوقتي مين بقى المود شلدد؟ هنلاقي ديت اللي جوه هي المود شلدد. ليه؟ لان دي بيشد كل ده منها،
اما دي بتشد واحده بس هيدروجين بروتون منها. وغير كده وكده ان تملي الكربونه اللي جوه وسط اخواتها اعرفوا ان هي بص كان بالظبط يقول لك ايه مش عارفه يجي حاجز مش عارفه ايه ما يعني ما بال اللي هي بتاع القشره وحشرتها بتاعت القشره بتاعت البصله حاجه كده حوار كده مش عارفه اللي هو مثل كده مش عارفه بصراحه عشان ما كنتش كذاب. المهم المثل دوت فيه معناه بيقول لك ايه ان اللي انت بتيجي تتدخل في حاجه في ولا عنيك مش بتكسب حاجه غير انك ايه الحرقه بتاعتها يعني تاخد عارف كانك بقول ما انت دخل في ملايين سما ما لا يرضي هي نفس الكلام دي بقى دي ببساطه انا بقى بتصل لما تيجي تخش في النص تلاقي عندها موضة شلدت ليه لان كله عمال يسرق منها الالكترون بتاعتها. اما دي في الطرف بيكون ايه هي بتكون دي شلدت اه ولكن مش دي دي اكتر واحده مور ايه دي شلدت. ده بالنسبه للالكاين. طب الالكين نفس الفكره بالظبط دي مور دي شلدت ثم ديت وهنا اه طبعا السيجنال ده هنا سيكس سيجنال ليه لان ببساطه انا بقى بص انا وانت جيت مثلا قسمت كده هنا ثلاثة وهنا ثلاثة اوكي هل دي زي الكربون اللي هنا؟ لا طبعا. هل دي زي دي؟ لا طبعا. هل دي زي دي؟ لا طبعا. ليه؟ لان دي ببساطة انا بلف ده صوت السلام ماسك فيها سي تريبل بوند. هل دي ماسك فيها سي تريبل بوند؟ ابدا ابدا ابدا. الالكين من 100 ل 170 نفس الفكرة بالظبط ببساطة انا بلف ده صوت السلام. وطبعا التي ديت يعني تريبلت اللي هو السبليتنج بتاعها اوكي. ودي 3 سيجنت ليه؟ لان يعني ادي 1 2 3 4 دي 4 سيجنت اوكي. اما دي 3 ليه؟ لان ببساطة انا بعرف ده صوت السلام لو احنا جينا مثلا قسمنا دي قسمنا كده في النص مش هتلاقي دي زي دي اوكي ولا الكربونه دي زي الكربونه ديت. ليه؟ لان الكربونه ديت ماسك فيها سي اتش 3 اما القنبله دي ماسك تريبل دبل بوند سي اتش 2 اوكي. طب هنا دي بقى لو جينا ببساطة انا بعرف ده صوت السلام كده مثلا قسمناها كده هنلاقي ان هنا الاي ايه. طب ليه؟ لان انت كانك بالظبط عارفين الورقه او بص وانت في الامتحان حاول تحط صوابع ايدك الاثنين الايد اليمين على الايد الشمال لقيتهم منطبقوا اوكي لقيتهم مش انطبقوا يبقى اعرف انهم مش منطبقين. مثلا دي ايه الكربونه اللي هنا دي زي الكربونه اللي هنا دي لان منطبقين. الكربونه دي زي الكربونه دي الكربونه ديت زي الكربونه ديت. سو ات 3 ايه سيجنت اي اند بي اند سي. اتمنى الحته دي تكون واضحه وفهمتوا ازاي بتتحل. الاروماتيك كربون من 100 ل 170 بي بي تي بي بي ام يعني بارت بير مليون ده الكيميكال شيفت بتاعتها. ملاحظين احنا عمالين نزيد كان اول حاجه بالصوت انا بقى عرفت الصوت والسلام الالكان من 2 ل 50 الالقين من 60 ل 90 الالكين من 100 ل 170 الاروماتيك كربون من 100 ل 170 زي الايه زي الالكين. بقول لك زي الكيميكال شيفت اوف ذا بنزين كاريد از ايه 128.5 بي 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 ام بي بي ام اند زير شيفتنج ار انفلونسد باي سبستيتيوشنز ليها علاقه بالسبستيتيوشن وهكذا. بقول لك بتبان في السي كارب 13 is important difference between the isomers of the derivative. اه الكربون 13 ان ام ار دي بتوضح لك الايزومر اوف بنزين ديريفيتيف. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندك حاله بنزين ماسكه مثلا في او اتش كده وهنا سي ال ده كده ايه اورثو اورثو سبستيتيوشن. طب بالصوت انا بعرف ده نفس حاله البنزين ماسكه في او اتش ولكن هنا مثلا سي ال في الوضع الميتا يبقى ديت هتبقى ايه ميتا سبستيتيوشن. طب نفس الكلام بالصوت انا بعرف ده ولكن ماسكه في وضع بارا يبقى دي بارا سبستيتيوشن. بقول لك بقى الكربون 13 ديت بتقدر تفرق لك ما بين الديريفيتيف بتاعت الايزومر بتاعت مين بتاعت البنزين ديريفيتيف يعني بتوضح لك دي بارا ولا ميتا ولا جا ولا اورثو اند سون. وهنعرف دلوقتي بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام اهي بيقول لك هنا ال how it can be differentiated between bar and a also. احنا فاكرين في الاي ار كنا بنقدر هل في ال ان ام ار هيدروجين بروتون كنا بنقدر نفرق؟ ما بنقدرش نفرق خالص. طيب بالنسبه للاي ار كنا بنقدر نفرق يقول لك البار والاورثو بيبقوا عباره عن ايه؟ عباره عن تو سيجنت اللي هي كانت بتبقى كده تو بيكس تقريبا على حسب الذاكره يعني. والمهم ان الاورثو بتبقى من 700 ل 800 اما البوره بتبقى اكتر من 800. طيب الصوت انا بعرف ده المونو سبستيتيوشنز والمونو سبستيتيوشن والميتا كانت بتبقى عباره عن وان بيك وكانت بتبقى من بين 700 و 800 ده الفرق بينهم في الاي ار. ولكن في ناس كتير وكمان بتبقى في الاوت اوف ذا بلين يعني ايه اوت اوف ذا بلين؟ في الحته بتاعت الايه الحته الصعبه اللي انت عارف تعملها فيها اللي اسمها فينجر برينت ديت اللي هي الصعبه اللي انت تعملها ديتكشنز. اما في ال ان ام ار سي 16 تقدر تكون واضحه جدا وتقدر تفرق بينها بسهوله جدا عن طريق ايه بقى؟ اول حاجه هتيجي تقسم المركب بتاعي دوت كده ايه بورا هتلاقي هنا الكربون دي زي الكربون دي كانها زي ايدك بالظبط بي بي هنا نفس الكلام بي بي. ليه؟ لان ببساطه انا بعرف ده السم واحد يجي يقول لي دي مش زي دي
هقول لك ماشي اوكي، ولكن انت لو جيت قسمت كده هتلاقيها هي هيها، ليه؟ لان هنا سي ال وسي ال. اما دي امتى تكون البي ديت مش زي البي ديت؟ لما مثلا هشيل لك البي او مثلا السي الاسفه واحط لك بي او، احط لك ايودايد، احط لك فلورايد اند سو اون. غيرت الاتوم اللي عندي، بغيرت الالكترونيجاتيفيتي اللي عندي، سو انا غيرت المركب اللي عندي مبقاش زي بعض، لذلك هتبقى مثلا هنا بي وهنا سي مثلا اند سو اون. اوكي، اما دي هي هي اللي هنا نفس الالكترونيجاتيفيتي، هي نفس كل حاجه. عشان ما تتلخبطش ومش عايز تتلخبط، اقول هنا حط نقطه كده، قول الكربونه دي ماسكه فيها كربونه، ماسكه فيها سي ال، ماسكه فيها كربونه من الناحيه التانيه، ماسكه في كربونه، ماسكه فيها سي ال. اوكي، طيب البي ديت هتلاقي ماسكه فيها كربونه، ماسكه فيها سي ال، ماسكه فيها كربونه، ماسكه فيها كربونه، ماسكه فيها سي ال، قول كده. اوكي، طب البي ديت ماسكه فيها كربونه فيها سي ال، ماسكه فيها كربونه، ماسكه في كربونه اللي هي فيها سي ال. لو عملت كده مش هتعرف تتلخبط ان شاء الله. طيب بالنسبه للاوكسو هتيجي تعمل ايه؟ سيمتريك لاين. سيمتريك لاين بتاعك هتيجي ايه؟ هتقسمه كده، لان ما فيش كده، ما ينفعش تقسم مثلا كده ويطلع لك سيمتريك مثلا، لان لما تيجي تطبق دي على دي مش هنا ما فيهاش قصادها سي ال ولا هنا في قصادها سي ال، لذلك ما ينفعش نقسمها غير كده. فهتلاقي ايه بالظبط؟ انا بنفضل صايم هنا نفس الحاجه وهنا نفس الحاجه وهنا نفس الحاجه. طب واحد يجي يقول لي ليه دي مش زي دي زي بي زي هنا؟ هقول لك بالظبط، انا بنفضل صايم الشيء واحده واحده. البي دي ماسكه فيها كربونه، ماسكه فيها سي ال. اوكي، طيب السي ديت ماسكه فيها كربونه، هل الكربونه دي فيها سي ال؟ لا ما فيهاش كربونه سي ال. طب هل الكربونه دي فيها سي ال اللي هي بتاعت البي؟ ما فيهاش سي ال، لذلك هم مش متشابهين خالص. سو اتز هتبقى ايه؟ سيجنت مختلفه، سيجنال مختلفه. سو اتز 3 سيجنال اند 2 سيجنال، سيجنال عشان دي ايه وبي، ودي ايه وبي وايه وسي. اتمنى الحته دي تكون واضحه. نفس الكلام نفس الفكره، بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، اهي عندك ميتا وعندك اوسو، هتيجي تقسم كده، ما انت ما ينفعش تقسمها غير سيمتريك كده. فانت عندك هنا هتلاقي ايه؟ ماشي، اهي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. امشيها واحده واحده كده، امشيها من فوق لتحت عشان ما حدش ينسى. هنا ايه؟ عشان ما حدش ينسى الكربونه بتاعت الايه، بتاعت الميثايل، بتاعت الميثايل جروب. هنا ايه وهنا ايه؟ اتفقنا؟ طيب اللهم صل عليك يا نبي الصلاه. هنا بي وهنا بي، ليه؟ لان هي ماسكه في مجموعه ميثايل، ماسكه في مجموعه ميثايل. هنا سي وهنا سي. طب هنا دي وهنا ايه؟ طب واحد يجي يقول لي ليه هنا ايه وهنا ايه دي؟ هقول لك صل على النبي عليه الصلاه والسلام. هل دي ديت الكربونه بتاعتها ماسكه فيها كربونه، ماسكه في مجموعه ميثايل؟ طب دي نفس فيها كربونه، ماسكه فيها كربونه، ماشي، يعني مش زي التانيه، يعني بص دي ديت قريبه من الكربونه اللي ماسكه في مجموعه الميثايل جروب. تاني تاني تاني، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا هفرنطها لك، دي سي اللي هي بتاعت الاي، وهنا سي سي مجموعه ميثايل. اتفقنا؟ ما بين الكربونه اللي هي بتاعت الاي ديت للكربونه بتاعت الميثايل دي واحد اتنين، اتنين كربون. طب دي لا، ماسكه هنا على طول فيها، مفيش ولا واحدة كربون أو واحدة كربون بس عشان نوصل للميثايل. يبقى عشان كده اللي سميناها حالتها مختلفة عن ديت بسبب الحركة ديت. عشان ما تلخبطش نفسك اعمل كده، اكتب هنا سي 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 سي. اوكي، طيب انت عايز توصل لمجموعة الميثايل ديت هتمشي قد ايه كربون؟ هتمشي ادي واحد ثم اتنين ثم تلاتة. طب دي لا، هتمشي واحد ثم اتنين بس. طيب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هتمشي الناحية دي واحد ثم اتنين ثم تلاتة. طب هنا هتمشي واحد ثم اتنين بس عشان توصل مجموعة الميثايل ديت. يبقى عشان كده دي لتر مختلف عن ديت. يبقى فهمتوا ليه الفرق بين دول؟ عشان كده طلعناهم ليه لتر مختلف، عشان كده اديتنا 5 سيجنال. نفس الفكرة بالظبط، هنيجي نقسم ده كده، دي هتلاقيها زي دي، ايه زي ايه، بي زي بي، سي زي سي، دي زي سي، دي دي زي دي. وطبعا هنا مفيش كربون عشان تقول هنا دي كربون مختلف عن سون. طب واحد يجي يقول لي طب ما دي ليه زي دي؟ هقول لك صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اقسم هنا كده سي وهنا سي وهنا سي وهنا سي وهنا سي وهنا سي. اوكي، قول انا عايز امشي من السي اللي هي بتاعت دي ديت للميثايل جروب، همشي ادي واحد ادي اتنين سي ادي تلاتة سي. نفس الكلام، دي ديت عايز امشي لمجموعة الميثايل هنا، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، يبقى هي هيها ولا لا؟ هي هي. اوكي، دي نفس الفكره نفس كل حاجه، ولكن باختلاف الايه، الكومباوند اللي عندي، لذلك هتكون مختلفين. يعني A B C D E F G، ليه؟ لان الالكترونيجاتيفيتي بتاع ديت مختلف عن الالكترونيجاتيفيتي بتاع ديت. نفس الكلام هنا بالظبط، الالكترونيجاتيفيتي مختلف عن هنا، فلذلك مش هتلاقيهم متشابهين الا مع الايه السي ديت. ليه؟ لان بالظبط انا بعرف ده صوت السلام. لو انت جيت رسمت هنا سي وهنا سي وهنا سي، قول انا عايز امشي بالسي دي، هتلاقي هنا السي ديت. طب وهنا السي دي، هتروح للسي ديت خطوتين ونص بالظبط، ونفس الالكترونيجاتيفيتي بتاعت مين؟ بتاعت السي اتش 3. طب نفس الكلام، دي دي اهي عايزة تمشي هنا وتقوم رايحة هنا عشان تروح لبرومايد، نفس الالكترونيجاتيفيتي ونفس كل حاجة. ولكن هل دي ديت زي السي؟ لا مش زيها خالص، يبقى ده زي ده وده زي ده، ولكن ده مش زي ده. اتفقنا؟ اتفقنا. اتمنى تكون واضحة.
خامس جروب عندي الكربونايل، الكربونايل جروب ده اعرف اعرف الكربونايل جروب دي في اي حته، موست دي شيلدد، موست دي شيلدد ديو تو الالكتروموتيف اللي هي الاندكتيف ايه فورس من 170 ل 200 وايه و15، واحنا اتفقنا اللي هي عباره عن اصلا السبيكتروم كله عباره عن كام، او الشارت عباره عن 200 وايه و20. الكربونايل كومباوند كربون ار سترونج دي شيلدد ديو تو سي دبل تريبل دبل بوند ايه او بولاريزيشنز، عشان بتحصل بولاريزيشنز ويعمل ريزونانس اند سو. اوكي بالصوت انا بلا تسال، هي كربونال جروب ودي الالكان جروب، وده كاتب لك السبيكتروم بتاع مين بالشكل دوت اللي هو الاسيتيك اسيد. اوكي كاتب لك هنا بتاعت سي اتش 3 وبتاعت الكربونال جروب اند سو، وكاتب لك هنا الشيفت بتاعها عالي وهنا الشيفت بتاعها ده عالي وهكذا. بقول لك تشوز ده تشويس اهي، يعني بص الدرس عبيط قوي، انت لو فاهم الدرسين اللي فاتوا هتعرف تفهم ده ومش هياخد منك وقت. بس قطع النبي عليه الصلاة والسلام، سي 13 ان ام ار اوف ذا فولوينج شو تو سيجنال، اول حاجة تو سيجنال ماشي، واحدة ات اللي هي الدلتا بتاعتها بتبقى اقل من 100، بما انها اقل من 100 يبقى ليها علاقة بالالكان والحاجات ديت، و اتنين سيجنال، الاتنين سيجنال عندها اقل من ايه من 100، وان اباف المية، وان اباف المية يعني واحدة اعلى من 100. اتفقنا؟ طيب لو احنا جينا نحل اول حاجة، يبقى معنى كده انا عندي كام في الاخر، عندي 3 سيجنال، 3 سيجنال، يبقى معنى كده عندي في الاخر كام، 3 كربون ماشي، 3 سيجنال 3 كربون ايه مختلفين، هنا اجي 1 2 3 3 كربون، ولكن هنا بالصوت انا بلف ده الصاله، واحنا جينا مثلا قسمنا كده هتلاقي هنا A وهنا B، لذلك هتبقى عندك 2، فدي هتنسي بعدها خلاص من حياتنا. هنا نفس الكلام 1 2 3 ماشي 3، هل هم مختلفين ولا متشابهين؟ مختلفين. طيب هنا لو احنا قلنا A B C ماشي A B C مختلفين. طيب بالصوت انا بلف ده الصوت والسلام، انهي مور دي شيلدد ديت، دي مور دي شيلدد والله ما صلى عليك نبي الصلاة، وكمان احنا عارفين الالكين بيبقى فوق المية، فوق المية، يبقى دلوقتي مور دي شيلدد اللي هي ديت ودول فوق المية، يبقى انت عندك تو سيجنال اباف المية وان سيجنال هي اللي تحت المية، هل دي تنفع؟ ما ينفعش كده، انت عكست وعملت العكس. طيب هنا A و B ماشي، A B مش دول مختلفين؟ مختلفين، وعندي تو سيجنال مش سي سيجنال، مش مطلع لي سي سيجنال، يبقى دي ما تنفعش. طيب دي A B B، وطبعا ما تنساش مجموعة الكربونايل، طبعا احنا كنا نسينا مجموعة الكربونايل اللي هي سي، اوكي، ولكن مش هنختارها علشان هو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ايه عكس لك، يعني هنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الديت ليه ما اخترناش سي؟ عشان دي A ودي B تو سيجنال، فدي مش هينفع نختارها. اما هنا انا عندي مجموعة الكربونايل سي، اتفقنا، وهنا A عشان لو احنا جينا قسمنا المركب كده، وهنا B، يبقى عندي 3 سيجنال. طيب اتفقنا، مجموعه الكربونايل بتبقى اباف ال 100، يعني مثلا 170 وشويه 200 وشويه اباف ال 100 ماشي، واحده سيجنال اباف ال 100 واثنين سيجنال اقل من ال 100، دول اقل من ال 100 ليه؟ عشان دول حاجات الكان، اوكي دي حاجات الكان، فلذلك هتبقى اقل من الايه من ال 100. السؤال التالي بيقول لك ان ام ار 316 كربون 16 يعني which appears عايز ايه داون فيلد، يعني ايه داون فيلد؟ يعني مور دي شيلدد، يعني مور دي شيلدد يعني عندها سحب لل اللهم صل عليك نبي الصلاة الالكترون اكتر، يعني تبقى ارعى بمعنى اصح. طيب مين اتفقنا؟ كربون الجروب، يبقى الاختيار سي. اوكي طيب determination of the structure، كل ده اسئله، انا حابه نعمل حلقه مخصوصه للاسئله، ده كل ده أسئلة، والمهم بس عندي اللي انت تكون فاهم الفكرة بتاعت ال NMRA الله صلى عليك يا بلد الصين ال NMRC13، كل ده أسئلة عندك والأسايمنت والحاجات الواجب دوت. فأنا ممكن إن شاء الله بإذن الله بعمل لكم حلقة للحل الأسئلة كلها تبع الجزء دوت، بحيث نكون خلصنا الشابتر كده. زي ما انتم شايفين المحاضرة الأوائل التالتة خلصت للتشاسي في أورجانيك ثري، الحمد لله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا، خلصت بكل ما فيها ان شاء الله باذن الله، هحاول انزل لكم اسئله كتيره بحيث تتدربوا عليها، كل ما ارجع لكم في الاسئله وانكم انا عارفه الاسئله دي بتثبت المعلومه في الدماغ، فان شاء الله باذن الله هحاول اعمل لكم اسئله وانزلها لكم. اوكي اتمنى تنسوش من ضهر صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.